طبعا توجد عوامل كثيره لضمان نجاح عمليات السمنه. من اهم هذه العوامل طبعا الفحوصات التي تجرى قبل العمليه، وهذه الفحوصات تنقسم الى نوعين، فحوصات دم شامله وفحص على منظار على المعده. احنا نفضل دائما انه يكون منظار على المعده. هذه ممكن ان تخلينا نتفادى الكثير من المضاعفات التي تحصل بعد العمليه. العامل الاخر الذي يؤدي الى نجاح عمليات السمنه هو اجراء العمليه لدى طبيب متخصص في هذه العمليات، يجري العمليات بشكل روتيني واجراءها في مستشفى تتوفر فيه كافه المختبرات والاشياء التي تساعد على اجراء هذه العمليه. اخر شيء طبعا يؤدي الى نجاح هذه العمليات هو المتابعه الدوريه والمستمره مع الطبيب الجراح، لان هذه يعني العلاقه بين الطبيب والمريض لا تنتهي باجراء العمليه وانما تمتد الى سنين بعد اجراء هذه العمليه لضمان نجاح هذه العمليه. وعلى هذا الصعيد طبعا يعني نشدد على يعني افضليه اجراء هذه العمليات في مراكز صحيه معترف فيها، في اطباء متواجدين في مملكه البحرين على اساس اذا المريض لا سمح الله صادته مضاعفات يعرف ان شلون يوصل للدكتور اللي اجرى العمليه. لان احنا في مؤخرا يعني تلقينا الكثير من الحالات اللي قاعدين نعالجها مضاعفات اجروا عمليات السمنه في بلدان خارج البحرين ورجعوا للبحرين، وللاسف ما كان لديهم متابعه مع الدكتور الجراح وتاخروا في علاج هذه المضاعفات وتسببت لهم بعاهات مستديمه. وكذلك بعض المرضى الذين تم اجراء لهم عملياتهم في البحرين عن طريق جراحين زائرين يجرون العملية صباحا وفي الليل يغادرون البحرين، والمريض يتم من غير متابعة أو متابعة غير مستمرة، ولما تحصل المضاعفات يضيع المريض باختصار، يعني ما يعرف يروح لمين ويتأخر في العلاج. فضروري جدا متابعة الطبيب الجراح.